هو أنا دكتور أحمد سليمان، دكتوراه في العلوم الفيزيائية التطبيقية، مدرب معتمد من الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، مدرب معتمد من اللجنة الأولمبية، مدرب معتمد من نقابة المهن الرياضية، وممثل مصر في آخر سيناريو اتعمل في اليابان في تاكاساكي، وحاليا مؤسس بقى أكاديمية قسورة الأيكيدو اللي هي تعتبر الجهة الوحيدة في مصر المفوضة لنشر الأيكيدو وإجراء اختباراته الإيواما في مصر الموجودة هنا. وأثناء الممارسة حضرتك كلاعب ابتديت تمارس الرياضة من خلال اللعبة دي تحديدا، ولا كنت لعبت حاجات تانية وحولت بعد كده انا المسار؟ لعبت في بداية وانا صغير، لعبت جودو، لعبت كونغ فو، وقعدت في الكونغ فو لغاية مستوى متقدم جدا. بعدها حصل ان الكونغ فو لقيته بيحتاج معانا مجهود كبير جدا بدني، مجهود كبير جدا في الوقت اللي بيحتاجه. مع مرور الزمن الانسان طبيعي بيحصل له ان جسمه بيضعف، العضله بتضعف، العظم بيهن، النفس بيقل، فبالتالي هيجي عند مرحله معينه انت صغير وهيتوقف اوي على الكلام ده، الممارسه. شكلك صغير بس يعني. بفكر للمستقبل ان انا اوكي، محتاج بقى رياضه تستمر معايا لغايه الستين والسبعين سنه. فهو الايكيدو لما جه مؤسسه يفكر في الايكيدو، فكر في لعبه لا تعتمد على الثلاث حاجات ديت، لا قوه عضلتي ولا صلابه عظمي ولا طول نفسي، فيستمر معايا على طول، بيشتغل على نقاط ضعف الخصم الموجوده فيه. هو ده اللي هيخلي الايكيدو استمراريه على الفتره الطويله. ممكن لغايه 70 سنه. طبعا لغايه 70 سنه، لان كان الفكره كلها الاصليه ان كان دايما لما بيجي عائلات الساموراي كان بيجي بعض عصابات النينجا كان بتروح تقضي على عائله الساموراي ديت. فهو عنده في يا اما رئيس القبيله يا اما الشباب اللي موجودين فيها. فهو لما يجي يفكر ان الاسهل ليه يقضي على رئيس القبيله ولا الشباب اللي موجودين فيها، فكان يبص الشباب هيقدر يضرب معاه وياخد ويدي، لكن رئيس القبيله سهل جدا اللي جسمه ضعيف باي تكنيك هيقدر يموته. لما اتعلم بقى تقنيات تخليه هو بقى رئيس القبيله ده يقدر يدافع عن نفسه، فكان الايكيدو هو الاساس اللي اتبنى عليه الدفاع عن النفس باقل مجهود موجود هو خالص. ايه الفرق اللي بينه وبين بقيه الرياضات القتاليه او رياضات الدفاع عن النفس؟ الايكيدو عشان نفرق بينه لازم نعرف معنى كلمه ايكيدو. اتفضل. ايكيدو بيتكون من 3 مقاطع، اي كي دو. لما بييجوا يكتبوه اليابانيه، طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا مستر كريم متخصص في الكلام الجميل الياباني ده، بتتكتب كريم اداب ياباني. طبعا انا في الياباني ما اعرفش ابويا، خلي بالك. الله عليك، طبعا. الله عليك. طبعا. طبعا. فاحنا بس حضرتك ملم باللغه طبعا، على يعني نسبيا على قد ما يمشينا، لكن بنفك الخط على قدنا كده. لغه صعبه، هي لغه صعبه. هنا تجدر الاشاره يا حضراتكم. ان العزيزه نهوان قبل ما نطلع لحضراتكم في الفقره دي على الهواء سربت معلومه ان كريم في الياباني على مزاجك، انت مش عارف جابت الكلام ده منين. انا ضايع يا استاذ، انا بتكلم عربي بالعافيه. لا العفو، لا. فاللغه اليابانيه عاده بتتكتب بثلاث طرق او بثلاث لغات، حاجه اسمها الكانجي، وبعد كده عندنا الكاتاكانا والهيراجانا. الكانجي دي كاتاكانا، كاتاكانا وهيراجانا. وايه؟ هيراجانا كاتاكانا. انا سمعتها هجانا. لا لا، هيراجانا مش هجانا، مش هيجيب على حد حاجه. هو ايكيدو وهجوم بقى وكده. انا رايي ما علقش، انا اسمع بس الفقره دي. ماشي، اتفضل. اتفضل. عندنا بقى الكانجي دي شبيهه باللغه الهيروغليفيه، عباره عن رسومات وكل رسمه بيكون ليها معنى. فكلمه اي كيدو متكونه من 3 مقاطع، لو الكاميرا تقدر تقرب. احنا عندنا دي كلمه اي، وادي كي، وادي الدو. كلمه اي لو شفناها تقريبا عامله زي التي بوت اللي هو عباره عن البراد الشاي والغطا بتاعه. لو قلنا ايه العلاقه ما بين الغطا والبراد، لو احنا الغطا ده كان صغير يحصل ايه؟ هيقع جوه. طبعا. ولو كبير مش هيحكم البخار بتاعنا. مظبوط. فبالتالي لازم تكون العلاقه ما بين الغطا والبراد تكون ايه؟ متساوي. متساوي بالظبط. هو دي كلمه اي، متساويه، متوافقه، متناغمه، متناسقه، هارموني. فكلمه اي معناها توافق او تناغم او تجانس. بعد كده مقطع كي، لما جم عملوه هنا جابوا هنا سنبله الرز. احنا في مصر عندنا اهم حاجه عندنا القمح. ده الاستراتيجي بالنسبه لنا، بنعمل ايه موجود معانا في الاكل في الفطار والغدا والعشاء. هما في الرز بقى. بالظبط.